شوفوا الغضب الشديد جدا على منصات التواصل الاجتماعي وعلى تويتر تحديدا في ناحيه محمد العيسى. دي ناس ربنا ضل سعيهم في الحياه الدنيا. امبارح انتشر خبر ان الملك سلمان تراجع عن قراره في تعيين محمد العيسى خطيبا ليوم عرفه، وقلنا يمكن ربما يكون هذا الرجل بقي فيه شيء من الرمق، وقلنا ربما يكون ده كويس او ده خير. ولكن للاسف عارف انت ربنا لما يقول لك ضل سعيهم في الحياه الدنيا يشعر وكان الثلاثة مليون حجيج دولت ما لهمش لازمه، ما لهمش قرار في ان هم يغضبوا. يعني انا عايز اسال سؤال، انتوا دول العالم ازاي هتحترمكم لما الغضب الشديد ناحيه محمد العيسى مثلا ناس كتير مش عايزاه، ملايين الناس مش عايزاه، فتجبروا الناس ان هو يكون امامهم بالعافيه؟ دول العالم ازاي هتحترمكم اذا كنتوا ما بتحترموش شعوبكم؟ يعني انت منتظر ازاي واحد زي ترامب لما قال على الملك سلمان بلبوصه، لما قال لك ما يقدرش يركب طياره غير بحمايتنا، ما بتحترمش حقوق المصلين حتى، ما بتحترمش الناس، فمنتظر الناس اللي بره يحترموك ازاي؟ شوفوا الناس ديت ضربتوا بهم عرض الحائط عادي جدا جدا، المهم احنا كلمتنا اللي تمشي. واحد تسعيني زي الملك سلمان ماهوش واعي بالدنيا ولا مدرك الحياه، مش عارف يعمل حاجه خير قبل ما يلقى وجه الله، مش قادر يخلي 2 مليون حج كده يحجوا وهم فرحانين ويفرحوا بخطبه عرفه، مش قادر. هو عايزين انتوا بقى دول العالم تحترمكم ازاي وانتوا ما بتحترموش شعوبكم ولا بتحترموا دينكم ولا بتحترموا يعني اضعفين ايمان الحجيج؟ ما احترمتهمش في ان هم يسمعوا خطبة لرجل عاقل مش مطبع حقير ذليل.